رجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا عن حديث الساعة، وهي قرارات وزارة التربية والتعليم اللي تم الإعلان عنها امبارح. خلينا نقول إن هي مش ترند على السوشيال ميديا بس، لا دي ترند في كل حتة وفي كل بيت، واللي ما يعرفش الموضوع فإحنا بقى يعني اتفاجئنا كده امبارح بإن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نظام الثانوية العامة الجديد لسنة 2024، لكن لسه لحد دلوقتي الرؤية مش واضحة عند بعض الطلاب وأيضا أولياء الأمور، وكلهم مستنيين إن هم يفهموا أكتر عن تفاصيل النظام الجديد اللي هيطبق في السنة الدراسية الجديدة، يعني تقريبا كمان شهر أو اتنين، فكل حاجة بتتغير. كل حاجة دلوقتي بتتغير، وكمان عشان إيه يعني تعالوا نتعرف على المواد الدراسية وكمان مواد الدمج، وحقيقة حذف مواد دراسية معينة، لأن النظام الجديد على ما فهمنا هيتم فيه تدريس 5 مواد دراسية لكل شعبة في الثانوية العامة، سواء من علم علوم ورياضة والقسم الأدبي، وكمان دمج الكيمياء والفيزياء الأولى ثانوي في مادة واحدة تحت مسمى علوم متكاملة. هيبلغ إجمالي عدد المواد اللي بتضاف للمجموع، ونركز في النقطة دي، في الصف الأول الثانوي بعد دمج 6 مواد هتكون اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، والنظام ده تم وضعه عشان تخفيف المواد الدراسية لخمس مواد. هيوصل مجموع كل المواد ل 60 درجة بدلا من 80 درجة، اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، التاريخ 60 درجة، الجغرافيا 60 درجة، والإحصاء 60، والمجموع النهائي من 320. عشان الموضوع ده مسبب أزمة كبيرة لأولياء الأمور وللطلاب، عايزين يفهموا ويعرفوا، فخلونا بقى نفتح الملف ده ونناقشه بكل تفاصيله مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التربية والتعليم. منورنا استاذ رفعت. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك، وبنكون مبسوطين بتواجدك معانا. وامبارح لقينا يعني الدنيا قامت ما قعدتش، مين بقى موافق ومين مؤيد ومين معارض ومين مش فاهم ومين عايز يفهم وليه غيروا وليه عملوا وليه، طب كويس ان هم غيروا، ما بقناش عارفين القرار في مصلحه مين، والقرار ده فعلا في مصلحه الطلبه وفي مصلحه اولياء الامور ولا مش في مصلحتهم، ورأيك في القرار وتفصيليا كده تفهموا لكل السادة المشاهدين واحدة واحدة عليهم كده ايه هو النظام الجديد. لا هو في مصلحة الطلاب وأولياء الأمور بنسبة 1000%. 1000%. والله العظيم. ولكن ولكن ليس في مصلحة أباطرة الدروس الخصوصية بنسبة 80%. لأن أصحاب الدروس الخصوصية والقائمين عليها في المواد اللي موجودة خلاص فرحانين وإنها موجودة يعني. أما اللي تحولت إلى مواد تضاف للمجموع فقط، وطبعا يبقى فيش عدم اهتمام واكتراث بها قوي، ولا هاخد فيها دروس خصوصية وحاجة زي التربية القومية بنفس النظام، فمعمل الجيولوجيا وعمل يعني ومادة علم النفس بنفس المستوى، واللغة الأجنبية الثانية مش هاخد فيها دروس، وبالتالي ده فقدوا مورد ضخم جدا كمدرسين دروس خصوصية كان بيحجزوا ليها من الشهر اللي فات للي يلحق كمان، وعمل اختبارات للطلاب عشان اتاكد ان هم مستواهم عالي يعني. ولكن استاذ رفعت انا عايزك في البدايه كده توضح لي، لان صراحه انا وجدت لبسه وانا وبعض الناس وانا بشوف الخبر المواد اللي اتضافت والمواد او المواد اللي تم حذفها، فممكن تشرح لنا كده ايه النظام الجديد التعديل اللي حصل للساده المشاهدين؟ شوفوا حضرتك مثلا مواد سنه اولى ثانوي كانت 10 مواد. طالب الإعدادي طالع فبيدرس كيمياء وأحياء وفيزياء وبقية المواد الأخرى وبتعمق. المواد بالنسبة للكيمياء والفيزياء والأحياء تم دمجها في مادة واحدة كعلوم أساسية، ولكن هتبقى بشكل مبسط. يبقى إذن هنا أنا مش بحرمه من أساسيات المعلومة، لكن بدرسها له في سنة أولى، بعد كده ما يتخصص في علم العلوم وعلم الرياضة والأدبي ببدأ أديله الجرعة الكاملة التي تتناسب مع تخصصه. يعني هياخد الفيزياء والكيمياء بالتفصيل الاثنين مع بعض في ما يتخصص علم علوم. والنظام بالنسبة للرياضيات هيتم دمج المواد بتاعت الرياضيات التفاضل والتكامل والديناميكا في مادة واحدة، ما فيش مادة اتلغت في الثانوي العام، ما فيش التلاتة، لكن هناك مواد درست هتبقى تدرس مثلا في سنة أولى، ومواد
زي علم النفس كده، يعني الفلسفة ما اتلغتش ولكن بتدرس في سنة أولى. اديتك مبادئ وأساسيات الفلسفة، وبعد كده بدي لك مبادئ وأساسيات علم النفس. إنما تعالى بقى في مواد إذا كنت تتخصص في القسم الأدبي بخد المواد الأساسية بما يعني يتفق. باختصار القرار الجديد بتاع الثانوية العامة الجديدة بيخفف ما لغيش مواد، ولكن كل تخصص يعني اخد المواد الأدبية لما أدخل الشعبة الأدبية، اخد المواد العلمية لما أدخل الشعبة العلمية، واخد العلمي بقى بينقسم لاثنين، علم علوم وعلم رياضة. ولكن فكرة خمس مواد ده أكيد يعني أكيد السادة أولياء الأمور دلوقتي بيسمعوني أكيد بتخفف على أولادكم كتير، بدل ضغط حضرتك في الشهادات الأجنبية اللي هي يعني إشمعنى الشهادات الأجنبية حلوة وإحنا عندنا وحش. بالنسبة للغة الأجنبية الثانية الفرنساوي، وأنا درست الفرنساوي المادتين إجباري، لغة أجنبية ولغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية، الاثنين إجباري. أقسم بالله العظيم إن كل بنتدرب عليه في الفرنساوي إن مجرد نعرف نكتب قطعة صغيرة مثلا ولا حاجة، إنما بعد كده أنا بفصل تماما عند دخول الجامعة ولا أستفيد من اللغة الفرنسية. دي حقيقة الفرنسية. فعلا كله بينسى اللغة الأجنبية. خلاص طب أنا ليه تحملني كمادة إجبارية عليا ومتداخلة مع مادة إجبارية أولى اللي هي اللغة الأجنبية الأولى، ويحصل تداخل بينهم وأصلا أنا مش هستفيد بعد كده. لكن أنا لما تكون اللغة الفرنسية لغة أجنبية أولى أهلا وسهلا. وبالمناسبة كلمة لغة أجنبية أولى تانية اللي هي الفرنساوي هينطبق مع بقية اللغات الأجنبية التانية اللي الطالب ياخدها بدل الفرنساوي. يعني مع الايه باخد ألماني باخد. طب أستاذ رفعت فكرة الجغرافيا يعني هي بنفس النظام إنها لا تضاف للمجموع. طب الجغرافيا اللي الشعبة العلمية مش هتاخدها، ده احنا كنا لسه بنتكلم على الشهادات الأجنبية، الشهادات الأجنبية بياخدوا التاريخ والجغرافيا عشان خاطر يعرفوا تاريخ بلدهم. أنا ما لغيتش، أنا ما لغيتش، مش بياخدها اللي في الشعبة العلمية. ما أنا خدتها وأنا في الأول، أنا خدت الأساسيات، أنا خدت بس مبادئ، ده المطلوب الأساسيات دي أنا أعرفها، إنما ليس بالتعمق لأن أنا في شعبة علمية مش مطلوب أن أنا أتعمق فيه. طب أستاذ رفعت أنا عايز أعرف منك بقى القرارات دي جاءت بناء على إيه؟ هل هي أجندة أو شنطة جاية مع الوزير الجديد مجموعة من القرارات، لا ولا اللي حصل في الامتحانات السنة دي؟ لا غير صحيح، أنا أوضح لحضرتك لأن دي القرارات مش على قد الثانوية العامة بس، ده هي ماسكاها من السلم التعليمي من بدايته لحد نهايته، وبالتالي هو حلول جزئية لمشكلات مستعصية في وزارة التربية والتعليم. وعلى مدى يمكن ال 22 سنة اللي فاتوا، أولها لما أوقفنا تعيين مدرسين وتكليف مدرسين بعد التخرج من كليات التربية من 22 سنة. فأصبح عندي عجز دلوقتي رسميا ما يقرب من 469 يعني 470 ألف معلم على المستوى القومي، يقرب من 500 ألف للضبط. معلم نص مليون، يعني نص مليون معلم ناقصين. طب أنا لما أجي بقى أعين، طب أنا هي مشكلتي أنا كوزارة التربية ولا التعليم، ولا مشكلة الدولة مش موفر لي درجات، مش مدياني عدد ان انا عينه؟ طب في الواقع الحالي اللي موجود اعالجه ازاي بالحدود المتاحه تحت ايدي؟ نمره واحد، انا عندي المبادره الرئاسيه بتعين 150 الف معلم على مدى الخمس سنين. نمره اتنين، ودي يعني عينه منها دفعتين وماشيين في الدفعات مسابقه، لكن ده جزء. طيب انا دلوقتي مرجع اللي خرجوا عن المعاش كخبره كمدرسين خبره، بدل ما انا لسه اجيب مدرس لسه ما بدأش يطبق اللي درسه في كلية التربية وأقول له ابدأ انتهي من التدريس، فأنا أجيب خبرة على حسب احتياجي سواء في الرياضيات في الإنجليزي في الإحصاء في الفرنسي أيا كان، ويحاسبوه بالحصة فأدي حل جزئي، بالإضافة إلى تعاقد مع مدرسين إن هم هيخرج قبل ما يخرج على المعاش أنا بخليه يمد أمدله سنة اتنين تلاتة على حسب احتياجي ليه. طب طلاب الخدمة العامة بدل ما هم بيخلصوا الجامعة وبيروحوا فترة التدريب بالضبط، يبقى عندي في المدرسة وخاصة ممكن مع المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، فبسد جزء من العجز. إنما الحل الحقيقي للمشكلة إن أنا أعين هذا العدد على مدى السنوات القادمة، لكن إلى أن يتم أنا بحل المشكلة. تعال حضرتك على مشكلة كثافة الفصول، عشان كده بقول القرارات دي شاملة كثير من الملفات الضخمة جدا. أنا عندي كثافات فصول بتوصل
ودي بتأكيد الوزير لي أنا شخصيا وزير الحالي بتوصل في بعض المدارس إلى 200 طالب في الفصل. أنا ما أعرفش إزاي مدرس أعمل كنترول على فصل فيه 200 تلميذ بيبقى فيه 30 أو 45 أو 40 دقيقة وفي في الجيزة وصل 120 130 وهكذا. طب ما هو الحل؟ إذا أنا عايز أعمل أبني مدارس، أبني مدارس مطلوب مني كم فصل؟ 250 ألف فصل على مستوى الدولة عشان أخف من الكثافة الطلابية، عشان أرجعها مثلا أخليها 40 أو 50 إلى أن يتم ذلك. ما هو الحل؟ أنا عندي المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية كلها للأسف تحولت إلى مباني خاوية على عروشها بعد أن هجرها طلاب الثانوي. دي النقطة المهمة والمدرسين، دي النقطة المهمة أستاذ رفعت اللي لازم نتطرقها. هل مع القرارات الجديدة ومع تقليص المواد لطلاب الثانوية العامة وتسهيل أمورهم هل الدراسة ترجع في المدارس تاني؟ كل الثانوية العامة وكل طلبة الثانوية العامة من أول ما بيدخلوا كده من تانية ثانوي ولو ما كانش من أولى كمان بياخدوهم من منازلهم وهم مش من منازلهم، متسجلين في المدارس ولكن بيدرسوا من البيت مع الدروس الخصوصية وما بيروحوش خالص المدرسة، وتحول التعليم إلى تعليم منزلي أو تعليم موازي في هل السنة الجديدة مع وزير التربية والتعليم الجديد بالقرارات الجديدة هيبتدي بقى ننظر للمدرسة أنها حاجة أساسية للطالب في مرحلة الثانوية العامة؟ شوفي حضرتك أي تعديل أو أي تطوير ولو نزل من السماء ولا جابه ملائكة والوزير ده نازل من السماء، وإذا لم يعد الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى لا أمل في عملية الإصلاح. حط لي برامج ومواد وتطوير مناهج وكذا كذا على مين؟ هو مش عندي في المدرسة وخاصة في المرحلة الثانوي. وتناقشت أنا والسيد الوزير في هذه النقطة بالتحديد وقلت له لابد من عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة، الوزارة نفسها وزارة التربية والتعليم. بس إزاي يا أستاذ رفعت؟ إزاي هنقدر إن إحنا نغير وعي الطالب اللي بقاله سنين يعني حتى لو أنت وفرت له مدرس شاطر في المدرسة ولو أنت وفرت له بيئة كويسة، بس الوعي نفسه عند أولياء الأمور وعند الطالب مقتنع إن الدرس الخصوصي هو اللي هينجح. طب أحد مظاهر الطرد من المدرسة الكثافة الضخمة جدا دي اللي موجودة في الفصول خاصة في الإعداد والابتدائي. الفكرة المطروحة من قبل الوزير إيه؟ المدرسة الثانوي اللي خاوية على عروشها دي أنا هبدأ أرجع الطلاب ليها وبدرجات. أيوة الحضور ودرجات وحضور 40% يا أستاذ رفعت، أنا على أيامي كنت لما بيوصل نسبة شهرية الغياب لحاجة معينة من دخول الامتحان بالظبط كده ما تدخلش امتحان، لو حطينا ده بقى يبتدي الطالب يرجع 40% من الحضور. الحضور ده مش معناه حضور عشان أحضر بس وتاخد غياب وحضور، ده امتحانات شهرية وكوزات بتتعمل ومتابعة وتقييم سلوك داخل المدرسة ومواظبة، ده من ما يلاقي فيه درجات فعلا هياخدها بناء على ذلك، وإذا لم يحضر هتبقى مشكلة كبيرة هيرجع المدرسة. نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة للمدارس الثانوي اللي خاوية على عروشها دي، طب ما أنا ما أخلي المدرسة الثانوي أولاد كبار وبنات كبار أخليها فترة مسائية وأجي أخد من الكل المدارس اللي هي مليانة دي مدرسة إعدادي قريبة منها أخليها فترة صباحية، ففضيت عندي مدرسة إعدادي فأجيب مدارس من اللي فيها كثافة عالية سواء ابتدائي أو إعدادي أشغل هذا المكان، يبقى حليت المشكلة بالإمكانيات المتاحة. أنا مش هستنى 5-6 سنين عشان أبني 250 ألف. برضه أولياء الأمور هتطلع تقول لك طب أنت هتاخد ابني في وقت الظهر أو الفترة ده الابتدائي والإعدادي ده الصبح. الصبح احنا بنتكلم بقى على بتوع الثانوية العامة، طب هو يذاكر إمتى؟ لا ما هو ده من أحد وسائل محاربة الدروس الخصوصية لأن أنا دلوقتي مع المتابعة وضمان إن المدرس موجود في المدرسة موجود نص اليوم اللي كان بيدي فيه دروس خصوصيه بقلل ينقلوها الصبح يا استاذ رفعت، هم هيغلبوا المدرسين معلش، بس انا مع المتابعه والتقييم يبقى انا هنا قللت زائد الانشطه اللي موجوده في المدرسه هتبقى عنصر جذب. في فكره بتدرس دلوقتي وتناقشت فيها مع السيد الوزير واعتقد ان هو يطبقها في الشهور القليله القادمه، تصريح مزاوله مهنه. اي معلم لابد ياخد تصريح مزاوله مهنه عشان اسمح له بالتدريس. صح. ليه احنا نعمل دي زي الطبيب والمهندس والمحامي كله توجع ناس كتير قوي دي ما هو ليه برضو 80% ممن يقومون بالتدريس في المراكز بتاعه الدروس الخصوصيه والسناتر من خريجي الطب وصيدله وعلوم
فلما اجي اعمل ترخيص مزاوله مهنه يبقى بترك للمحليات والاجهزه المعنيه القانونيه لو في سنتر، انا مش هجري ورا السناتر كتربيه وتعليم ان انا اجي اقفلها واشوف من اللي بيدرس فيها. انا تركيزي في المدارس وفي العمليه التعليميه وتطوير المناهج والحضور والغياب وخلافه. انما الاجهزه المعنيه بالقانون بقى هنا، تعالى انت بتدي في السنتر فلان انت معاك ترخيص مزاوله مهنه، لا يطبق عليه القانون قد يصل الى الحبس، كانك طبيب بتمارس مهنه الطب وانت معاك ليسانس حقوق. ده جريمه. يبقى في الحاله دي بقلص مساحه الدروس الخصوصيه. اما اعمل نظام اليوم الكامل والطالب يرجع الى المدرسه بقلص نسبه الدروس الخصوصيه. اما توصل ل 30 40% في الاخر ممكن علاجها بعد ذلك بسهوله اذا هي محاوله للحل. يعني حضرتك متفائل بالقرارات الوزاريه جدا الجديده جدا. متفائل، حاسس ان التعليم عندنا احنا كنا خلاص حسينا ان ما فيش امل في التعليم عندنا برغم لان ما كانش فيه حراك في المياه الراكده. أنا دلوقتي لما بدأت أتحرك مش هتلاقي رضا من الكل على القرارات دي، هتلاقي هجوم شديد جدا من المدرسين وأصحاب الدروس الخصوصية على هذه القرارات، إنما هكمل ما دام في مصلحة الطالب. هقول لحضرتك حاجة، مشكلة مادة الفيزياء والدرجتين دول لما لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة يبقى فيه نتيجتين وبعد ما تعتمد. طب ما كان الوزير ده ما هو لسه وزير جديد، وبدل ما يحصل الضجة والانتقاد والهجوم على الكلام ده ولا كان حد عارف الخطأ اللي موجود، وكانت عدت واعتمدت النتيجة وخلاص. أصر على إعادة تصحيح مادة الفيزياء مرة تانية. والطالب ياخد حقه حتى ولو نتج عنها هجوم واعتراضات وانتقادات كتير. وأعتقد زي خليني أخد من كلامك واقتبس، الاعتراضات هتفضل مستمرة والتغيير دايما ليه ضريبة ولازم كلنا ندفع الضريبة لو احنا عايزين ان احنا نرتقي بمنظومة التعليم. احنا اللقاء طبعا ممتع واللقاء مستمر معانا، بس عايز اضيف كلمة واحدة. عايز سنة دولة بحلها وراء هذه الوزارة سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب في التشريعات، لاننا في 25 مليون طالب وتلميذ في القطاع ده، فدولة بحالها توفر له الامكانيات عشان اساس التطوير في اي دولة الصحة والتعليم. أكيد أكيد. دي حقيقه. انت شرفتنا يا استاذ رفعت، واحنا كنا مبسوطين معاك، وان شاء الله باذن الله ملف التعليم يلقى اهتمام ويلقى تقدم والناس تتقبل القرارات الجديده. استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم ومتخصص في ملف التربيه والتعليم، نشكرك. اشكرك. شكرا جزيلا. صباح الخير. فقرتنا خلصت ولكن حلقتنا لسه ما خلصتش، هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي فقرات.